وهيك يا حبابين يا حبايب القلب رئتين الشرايين صاروا الخيرات عندي جاهزين. الله على القافية. شو هذا يا وحميد؟ شوفوا 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 الكريمة، شوفوا شايفين الكريمة؟ يا سلام. تحس نفسك طايق رايح فوق. حشى فيها كلير، حشى فيها جاتو، حشى فيها محاشي، بنحشى فيها كثير شغلات. خلينا هيك القطعة شايفينها شغلة فوقانية. ناخذ وحده جوزنت. مرحبا يا حبايب، الله يسعد اوقاتكم وين ما كنتوا تكونوا كيف ما كنتوا تكونوا. وصفتنا لليوم ميني اكلير بطريقه سهله مبسطه. خلينا نشوف المقادير مع بعض وكيف راح نحضرها. ولحتى تجهز عندي عجينه الاكلير عندي هي الطنجره، عندي هون 100 ملي مي و100 ملي حليب، راح نفضيهم ونحط فوقهم 100 ملي زيت. اغلب وصفات الكليت بتنعمل بالزبده، بس هي الوصفه بالذات رح نعملها بالزيت مثل ما بنعملها بالمحلات. رح احطهم على النار لبين ما يغلوا ونرجع نشوف سوا كيف رح ننزل الطحين فوق. هلا مثل ما انكم شايفين حطيت المي والحليب والزيت على النار لحتى يغلوا، بس يغلوا رح نبلش ننزل الطحين ونضل عم نحرك. خلينا نستنى لحتى يغلوا منيح. وهيك يا حبابين صار وقت اني انا نزل الطحين بالمي والزيت والحليب. المي عندي عم تغلي هون، الزيت والحليب والمي عم يغلوا هون، رح نزل الطحين كله دفعة واحدة. طبعا حاطت انا رشة ملح ورشة سكر عشان ما ننسى، معلش تنزلوا انتو عشان ما يصير مشاكل. ورح نحرك، حنضل عم نحرك هيك لحتى تلعب معنا العجينة على الاخير. وهيك بتكون صارت عندي جاهزة. خلينا نشوف كيف صار قوام العجينة. شايفين كيف؟ هيك لازم يكون. رح نضفي عليها هلا ونتركها تبرد، مو على الأخير، خليها تصير دافية، بس تصير دافية مو تبرد على الأخير. ركزوا على الموضوع. مثل ما حكينا شلناها عن الغاز، هلا رح فضيها هون عشان تبرد شوي وبلش بعدين نزل البيض فوقها. راجع لكم بعد شوي. وهلا صار وقت انه نحن نجهز الكريمه، كريمه الباتيسيري. بنحشى فيها كلير، بنحشى فيها جاتو، بنحشى فيها محاشي، بنحشى فيها كثير شغلات. خلينا نجهز هي الكريمه، كثير طيبه وكثير لذيذه. مكوناتنا هي حليب، كريمه، اذا توفرت، ما توفرت ما في مشكله. نشا، طحين، سكر، وصفار بيضتين. راح نحط كل هدول المكونات سوا ونحركهم ونحطهم على الغاز. اخر شيء في عندي 50 جرام زبده رح نزل عليهم، مو هلا، اخر شيء رح نزل الحليب، رح نزل الكريمه، طبعا هي كريمه طبخ يعني، رح نزل السكر، طحين، والنشا. مو حابين ينزل، عارفين حالهم نازلين على النار هلا. ومثل ما شايفين عم حركهم على البارد حاليا، رح ضل عم حركهم على البارد شغل دقيقة دقيقتين وبعدين ارفعهم على النار لحتى يغلوا ويتماسك معي القوام كثير منيح. مثل ما شايفين هلا خلينا نقرب لهون شوي، شوف كيف بلش يمسك معنا القوام. شايفين كيف؟ رح ضل عم حرك كمان شي 4 دقائق لبين ما تمسك معنا كثير منيح. وهيك يا حبابين الكريمة صارت عندي جاهزة ورح طفي تحت الغاز. رح نتركها تبرد على الاخير، رح نتركها تبرد على الاخير برا. اول شيء نتركها بحراره الجو تبرد، بعدين بنحطها بالبراد شغله نص ساعه ساعه تبرد. طبعا هلا انا رح نزل فوقها مثل ما حكيت من شوي 50 جرام زبده، بس خلينا نشوفكم. مثل ما حكيت هي الكريمه عندي صارت شبه جاهزه، بس رح نزل فوقها 50 جرام زبده وحركهم مع بعض. اقسم انا الكريمه لقسمين، قسم ساده اللي هو الحليب وقسم شوكولا. محضر عندي انا هون 120 جرام شوكولا. هلا رح نزل انا نصهم هون والشوكولا رح نزله هون دغري ونحركهم.
شايفين اللون ما احلاه؟ هربوا خلينا نشوف اللون. لون الكريمة رهيب. شايفين؟ تمام. رح نتركهم يبردوا برا شوي، شغلة ساعة، ساعة ونص، بعدين نحطهم بالبراد شغلة نص ساعة مشان يبردوا كتير منيح معنا. هلا خلينا ننتقل نحضر الكلير اللي كنا ناطرينه لحتى يبرد. خلينا نروح. وهيك يا حبابين صار وقت انه نحن نجهز عجينتنا. هي العجينة عندي هون، رح بلش نزل البيضة عليها. عندي هون 6 بيضات، ممكن تاخذ 6، ممكن 5، ممكن 7 حسب الطحين. نسيت لكم كثير شغلة كثير مهمة، الطحين اللي استعملناه هو طحين حلويات مشان يعطيكم نتيجة أفضل. رح بلش أنا نزل بيضة بيضة. حركهم أول شيء شوي لأنه بيكونوا شوي نشف. وهي نزلوا بيضتين، ما في مشكلة. بس ليختفي عندي البيض اللي نزلته بنرجع بنزل كمان بيض. لا بس نحن ما بدنا نطعم الطاولة يعني، تعالوا هون. راحوا هدول، رح ننزل غيره. عجينة الكلير من العجنات اللي كتير حساسة، يعني نحن أهم شيء بالكلير نمشي على الخطوات اللي أنا عم أشرح لكم إياها. أهم شغلة بالكلير الفرن، الفرن لازم نشوي على درجة حرارة 150-160 وأبدا ما نفتح الفرن عليهم لحتى يخلص الوقت كلياته. قبل اخر بيضة بدنا ننزلها وقبل اخر بيضتين لازم نحرك كتير منيح. على فكرة الكلير من العجنات اللي هي اساسا بتحتاج لماكينة، بس بنقدر نعملها يدوي وبتطلع معنا نتيجة ان شاء الله جيدة. شايفين الطريقة اللي انا عم حرك فيها؟ بدك جامبو الجبار يجي يحرك معك. ما بدنا جامبو الجبار. صدقوني ما في شيء صعب. عندي اخر بيضه راح نزلها. وهيك العجينه صارت عندي جاهزه، شايفين كيف لازم تكون؟ هيك، هذا هو القوام المطلوب. عجينتي جاهزه، صار لازم اني انا هلا اشغل الفرن على 150-155 درجة وبعدين نبلش نصبها. خلينا نشوف طريقة الصب كيف راح تكون. وهيك يا حبابين صار وقت اني انا نصب الكلير بهي الصينية الظريفة. عندي هذا الكيس وعندي هي الراسية، قربوا خلينا نشوفها كثير منيح. شايفينها؟ سادة، لا فيها تشققات ولا فيها شيء، هيك لازم تكون هيك. رح بلش نزل الخليط عندي بهذا الشكل. نزلوا كله دفعة واحدة مع بعض مشان ما ياخذ هواء ابدا. وهيك عبينا الكيس مثل ما لكم شايفين، هدول كلياتهم ورا بعض، ما في هواء ابدا، شايفين كيف؟ باين معكم؟ نزلهم كلهم نزلة واحدة لتحت. صاروا هون. طريقة الصب كيف؟ استعمال الكيس هذا، استعماله لهذا الكيس هيك لازم يكون ماسك. هي من اليسار وهون من اليمين، وبهي الطريقة، شايفين كيف؟ خلينا نقرب شوي شوي. ونبلش نصب واحدة. في اسهل من هيك؟ ما في اسهل من هيك، بس هيك وهيك نضربها هيك شوي بالصينية مشان تقطش معنا بشكل. وهي اول صينية صارت عندي جاهزة. وهيك يا حبابين الكلير صبيته مثل ما لكم شايفين، والفرن صار عندي جاهز على 150. راح احطهم بالفرن شغله 35-40 دقيقه حسب الفرن. عندنا الفرن شغال فوق وتحت، اهم شيء اذا كان فيه مروحه برضه بنشغله، كمان بنشغل المروحه عليها. خلينا ناكل اليوم اطيب كلير، خلينا نشوف. هلا اكيد لازم نعمل شيء مشان نغطس فيه الكلير الشوكولا. راح نحضر صوص شوكولا شغل هيك، يعني الشغلات الفوقانية. عندي هون 100 جرام زبدة رح احطها على النار لحتى تذوب، وبعدين
عندي هون 150 جرام شوكولا وبدي احط من هون 100 جرام شوكولا نوتيلا. نوتيلا اي نوع شوكولا دهن شغاله معنا. خلينا نشوف نحطهم على النار ونرجع. حطينا الزبده على النار وبدنا اياها تدوب. ليش هالحركات؟ ليش هيك؟ الزبده دابت عندي على الاخير. رح اطفي عليها الغاز ونزل الشوكولا مثل ما حكينا 150 جرام. انزلوا يا حبابي ونتركه لحتى يدوب. مثل ما شايفين رح يدوبوا معنا بسرعه، يعني مع انه الزبده ساخنه. مجرد ما دابت معنا الشوكولا رح نزل دغري انا النوتيلا فوق. دابت عندي الشوكولا كلها، انا صارت جاهزه اني انا نزل الشوكولا هون. شايفين هاي الكميه كافيه، بما انه هي الشوكولا عندي اياها انا قوامها قاسي. يا قاسي انت. وهيك صوص الشوكولا صار عندي شبه جاهز. خليني احركه كثير. هلا صار وقت يطلعوا كليراتنا حبيبات قلبنا من الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو الشغل الاصلي يا جماعه. هيك الكلير صار عندي جاهز. راح اتركه يبرد تقريبا شي 10 دقائق ربع ساعه، بعدين نرجع مشان نحشي ونغطسه وناكل. والله العظيم شبعنا. جعنا. شبعنا ما شبعنا لسه ما كنا. وهيك يا حبابين الكلير صار عندي جاهز بارد ومظبطه اموره. صار وقت اني انا احشي. الكريمات جاهزين محطوطين بالكيس، الشوكولا والسادة والصوص جاهز والتزيين وكل اموري جاهزة عندي. هدول كيف بدي احشيهم؟ هلا بنشوف. نسحب السيف تبعنا. رح افتح الوحدة هيك. قربوا معنا خلينا نشوف. ايوه شايفين كيف؟ هيك هيك القصة تبعها رح تكون. بس شوفوها من جوا الكليراي، شايفينها؟ هيك رح تكون. رح افتحهم. طبعا بالنسبة لموضوع الكلير، هاد الكلير قبل ما نحشي ممكن نحطه بكيس بعد ما يبرد على الأخير ونحتفظ فيه بالثلاجة لمدة 15-20 يوم. ما في معه كل مشكلة أبدا، بس نطالعه من الثلاجة يفك ونحطه على صينية ونحطه بالفرن شغلة 5 دقائق أو 4 دقائق على درجة حرارة 180 بيرجع كأنه هلأ عاملينه. هاي معلومة خطيرة يعني. مثل ما شفنا انا ما استخدمت ماكينه ابدا، لا بالكريمه ولا بالعجينه، كله كان يدوي يعني. والنتيجه لله الحمد شغله كبيره. شايفين الكليره من تحت ما احلاها؟ عملكم انا شغله كبيره. وهي اخر وحده. هلا هيك خلصنا من السكينة، حتى هون عندي محلة. صار وقت اني انا احشي. تعالوا لهون وهي لهون مبنية. هلا حاليا رح نحشي الشوكولا. رح نمسك الكليراي هيك بهذا الشكل، نعمل لها هيك، شايفين كيف؟ نحشيها هيك. شوفوا لها المنظر ما احلاه. ونحطها نعمل هيك وهيك. شايفين كريمة الشوكولا يعني رح تدعولي عليها. وهيك يا غوالي وصلنا للحلقة الأخيرة، ما ضل وراها ورا. هون حشيت السادة وهون الشوكولا. السادة شوفوا الطريقة اللي أنا حشيتهم فيها، شايفين؟ حطيت من جوا وحطيت من فوق شوي. ليش يا حزركم؟ مشان أجي هيك فيها وين؟ على جوز الهند ويطلع معي بهذا الشكل الأنيق الحلو. شايفينها كيف؟ هون مثل ما حكينا جوز هند، لا بدنا صوص لبرا ولا شيء. هي وحدة. اثنين نجي على الشوكولا. صوص الشوكولا اللي جهزناه هذا هو، نعمل هيك وبنطلع. شايفين كيف اناقة اناقة يعني شغلة. نعمل هيك مثلا، طينا بشوية شوكولا كمان، ناخدها هيك وعلى جوز الهند بيطلع معنا هذا الشكل الحلو. شايفينه هيك؟ الله الله الله. شايفين على جوز الهند بيطلع معنا هيك. هلا
صار وقت اني انا انهي الفيديو. بس قبل ما انهي الفيديو شو لازم اعمل؟ لازم دو فرجيكم هيك التفاعل ال... ناخذ وحده جوز هند. خطيره يا جماعه، انه انا على اساس اول مره باكلها، يعني كل يوم عم ناكلها بالشغل. رهيبه عن جد، جربوها، ولا اسهل من هيك ولا اطيب من هيك. وهيك يا حبابين يا حبايب القلب، كليتين الشري صاروا الخيرات عندي جاهزين. الله على القافيه، شو هذا يا وحميد؟ شوية هيك حركات بس، يعني حركة بس، قوم وحركة، قوم حركي حالك شوي واشتغليها. روح كيف سهلة ها؟ عم احكي معك، استنوني ثانية. اصحك ما تعملي لا هي الوصفة. جربوا الوصفة، راح اترك لكم انا كل دائما كل اخر فيديو بروكب، راح اترك لكم المقادير بصندوق الوصف، كل شيء عن كريمة وعن عجينة الكلير وكل شيء اشتغلنا اليوم. كان معكم الشيف احمد، ان شاء الله نكون قدمنا شيء حلو. لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب، تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس وتعملوا كل الشغلات الحلوة. سلام مني، أنا الشيف أحمد.